بيبدأ فيلمنا النهاردة بالفار ريمي اللي بيتكلم عن نفسه وعن عيلته، وبنعرف من ريمي إن حاسة الشم قوية جدا عنده، وعلشان كده أبوه بيخليه يشم أي أكل قبل ما ياكلوه عشان يتأكدوا إنه ما فيهوش أي سم. بيتكلم ريمي مع والده وبيكون مستغرب لأن هما بيسرقوا الأكل بتاعهم من صناديق الزبالة، وبيقول لوالده إن هو هيكون أحسن لو سرقوها من المطابخ النظيفة، ولكن والده بيتعصب عليه وبيأمره إنه ما يقربش أبدا من مطابخ البشر لأن هما ممكن يحطوله سم في الأكل. ولكن بنشوف ان ريمي مش بيسمع كلام ابوه وبيفضل ان هو يسرق الاكل من المطابخ النظيفة، وبيكون طبعا منبهر بالتطور اللي وصله البشر في الاكل، وما بيكونش حد عارف ان هو بيسرق الاكل النظيف غير اخوه اميل. بيقول ريمي لاخوه ان هو ما بيحبش يمشي على ايديه، وده علشان تفضل نظيفة باستمرار ويقدر ان هو ياكل بيها، فبيقرر ريمي بعد كده ان هو يطبخ بنفسه، وبيحاول اخوه ان هو يمنعه لان هم اتأخروا في الرجوع لبيتهم، ولكن ريمي بيصمم ان هو يطبخ الطبخة اللي بيحبها، وبيقول لاخوه ان مثله الاعلى في الطبخ هو الشيف جوستو، وبيقول له كمان ان التوابل المفضلة للشيف جوستو هي الزعفران، وعلشان كده بيقرر ان هو يسرق زعفران من المطبخ علشان يحطه على الاكل اللي هو بيعمله. بيظهر بعد كده الشيف جوستو على التلفزيون وبيركز معاه ريمي، وبنعرف ان الشخص اللي بيدوق الاكل في مطعم جوستو كان السبب في ان المطعم ياخد 4 نجوم بس، وان جوستو لما عرف الخبر ده مات من الحزن. وبيكون ريمي مركز مع التلفزيون، ولكن فجأة بتصحى صاحبة البيت وبتشوف ريمي واخوه اميل وبتضرب عليهم نار بالبندقية علشان تقتلهم، ولكنهم بيقدروا ان هم يهربوا منها في اخر لحظة، لكن السقف بيقع وبيكون ده المكان اللي كل عيلة ريمي قاعدة فيه، ولما بتشوفهم العجوزة بتصوت طبعا وبتجري منهم. بيحاول بعد كده كل الفيران ان هم يهربوا عن طريق النهر، ولكن بنشوف ان ريمي اصر ياخد معاه كتاب الطبخ بتاع جوزته معاه، فبيتأخر طبعا وما بيلحقش ان هو يركب معاهم، وكمان لما بيحاول ان هو يهرب بتضربه العجوزة بالنار وبيفقد اهله، وبيكون على وشك كمان ان هو يغرق. بنشوفه بعدها وهو قاعد حزين لوحده وبيفتح كتاب جوزته وبيتخيل ان هو بيكلمه، وبيقول له ان هو لو فضل يفكر في اللي ضاع منه مش هيقدر يشوف اللي بيستناه في المستقبل، وان هو لازم يسعى. بعد كده بيبدا يشم ريحه اكل وبيفضل يشمها لحد ما بيوصل لاكل في مطعم وكان لسه هيسرق منه، ولكنه بيتخيل الشيف جوستو وهو بيكلمه بيقول له ان هو طباخ شاطر وان هو دوره انه يطبخ اكل كويس للناس مش انه يسرقه ولا حاجه، وبيقتنع ريمي بكلامه وبيسيب الاكل وبيطلع علشان يدور على مكان يطبخ فيه. بنشوفه بعد كده على السطوح وهو بيبص على برج ايفل، وبيظهر قدامه مطعم جوستو، فبيقرر ان هو يروح يشوف الشيفات اللي هناك بتعمل ايه ولا بتطبخ ايه. وفي المطعم بنشوف شاب اسمه لينكويني بيتكلم مع رئيس الشيفات وبيقول له ان والدته كانت صديقة الشيف جوستو وانها سابت له رسالة علشان يشغله معاهم، وفعلا بيشغلوا معاهم عامل نظافة. بيتفرج ريمي على المطبخ بعد كده من فوق وبيتفاجأ لما بيلاقي اللينكويني ده بيحط حاجات غريبة في الأكل عشان يبوظ طعمه وما بيكونش أي حد شايفه، وبيتخيل ريمي إن جوزته قدامه فبيقوله إن هو كده هيبوظ طعم الأكل، ولكن جوزته بيقوله إن هو بيظهر لريمي بس وإن هو اللي لازم يوقفه. بيتحرك فعلا ريمي وبيحط إضافات على الشوربة عشان يظبطها شوية، وبيشوف بعد كده لينكويني الفار اللي بيحاول ان هو يمسكه بالطبق اللي في ايده، وبيدخل جرسون بعد كده وبيطلب شوربة لزبونة في المطعم، وبعد ما بتدوقها بتطلب منهم انها تقابل الشيف اللي عامل الشوربة دي، وبيكون مدير الشيفات مرعوب لانه بيكون معتقد ان لينكويني بوظ طعم الشوربة، ولكنه بيتفاجأ لما بيلاقي الزبونة عجبتها جدا الشوربة دي وانها كمان صحفية، وبيستغرب مدير الشيفات وبيرجع للمطبخ بسرعة وبيقول لينكويني انه مجرد عامل نظافة مش اكتر، ولكن بتتكلم معاه واحدة من الشيفات وبتقوله إن مبدأ جوزته كان إن الطبخ للجميع، وبالكلام ده بيقتنع مدير الشيفات ولكنه بيقول لها إنه يطبخ بس تحت إشرافها. بيحاول ريمي وهم بيتكلموا إن هو يهرب، ولكنهم بيشوفوه وبيقدر لينكويني إن هو يمسكه، وبيقول لهم مدير الشيفات إن ما ينفعش حد يعرف إن كان في فرف المطبخ تماما، لأن ممكن المطعم كله يتقفل أصلا، وبيطلبوا من لينكويني إنه يتخلص منه في مكان بعيد. بياخدوا لينكويني وبيحاول إن هو يتخلص منه، ولكنه بيصعب عليه وبيقول له لينكويني إن هو كمان مزنوق زيه، لأن هم طلبوا منه إن هو يطبخ الشوربة وهو أصلاً ما يعرفش هي بتتعمل إزاي. وبيحرك ريمي راسه وبيتفاجأ لينكويني إن ريمي فهمه فعلاً، وبيقول له ريمي إنه بيعرف يعمل الشوربة كويس جداً وهيساعده في طبخها. بنشوف بعد كده لينكويني وريمي وهم بيبقوا أصحاب مع بعض، وبيروح معاه ريمي البيت، وفي تاني يوم بيصحى لينكويني وما بيلاقيش ريمي في المكان، وكمان بيلاقي كل البيض اللي في التلاجة مش موجود، وبيكون معتقد إنه ريمي سرقه وهرب.
ولكنه بيتفاجأ إن ريمي كان بيحضر له الفطار وبيأكله هما الاتنين وبيطلعوا بسرعة على المطعم. بيظهر بعد كده الشيفات في المطعم وبيقروا الجورنال واللي كتبت فيه الصحفية اللي جربت الشوربة إن مطعم جوستو بيتحسن وإن هو هيرجع لمكانته زي الأول. بيوصل بعد كده لينكوين للمطبخ وبيكون مخبي ريمي في هدومه وبيطلب منه مدير الشيفات إن هو يعمل الشوربة، وبيبدأ لينكوين إن هو يطبخها فعلا، ولكن كل ما يعمل حاجة غلط يعضه ريمي علشان يعرفه يعمل ايه. ولكن لينكويني مش بيستحمل ده كله وبيدخل بيه لأوضة جانبية وبيقول له ان هم لازم يلاقوا طريقة احسن من كده علشان يوجهوا بيها، وفجأة بيدخل عليه مدير الشيفات فبيداري ريمي في الطاقية بتاعته وبيكتشفوا بالصدفة ان دي احسن طريقة واحسن مكان ممكن يداري ريمي فيه، لانه يقدر يتحكم بالطريقة دي في حركاته لما هيشده من شعره. وبيرجعوا بعد كده مع بعض البيت وبيفضلوا يتدربوا على الطريقة دي لحد ما بيتقنوها تماما وبيتعاملوا كأنهم شخص واحد. وفعلا بيقدر تاني يوم لينكويني ان هو يعمل الشوربة وبتعجب مدير الشيفات وبيقول له ان هو لازم يتعلم يطبخ حاجات تانية كمان، وبيطلب من الشيف كوليت انها تعلمه انواع جديدة. بنشوف بعد كده مدير الشيفات وهو بيفتح الرسالة اللي اديها له جوستو وبيتصدم لما بيلاقي مكتوب فيها ان لينكويني يبقى ابن جوستو وان هو الوريث الشرعي للمطعم، وبيكلم المحامي بتاعه وبيشرح له اللي حصل وبنعرف سبب عصبيته، وهي ان جوستو وصى انه لو ما ظهرش له اي وريث في خلال سنتين يكون المطعم ملك لمدير الشيفات، ولان عدى على موته سنتين الا شهر فبكده لينكويني هيكون هو صاحب المطعم. بيكون لينكويني طبعا مندمج بقى مع ريمي في المطبخ، ولكن الشيف كوليت مش بتسيبه وبتفضل تديله نصايح وانتقادات. وبيتكلم بعد كده الزباين مع الجرسون وبيقولوا له ان هم معجبين جدا بالشوربه انما باقي الاكلات لا، وبيطلبوا منه ان هو يعمل لهم اكلات جديده. بيدخل الجرسون بقى المطبخ وبيقول لهم اللي حصل ده، وهنا بيقول مدير الشيفات للينكويني ان الفرصه جات له وبيطلب منه ان هو يعمل طبق جديد للزباين. وبيفضل ريمي يوجه لينكويني وبيعمله طبق جديد وبيكون مش عاجب رئيس الشيفات اللي كان لسه هيزعق للينكويني، ولكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا الجرسون دخل لهم وبيقول لهم ان الزباين منبهره بطعم الطبق وان هم عاوزين 7 أطباق من نفس النوع كمان مره. بتتشهر الاكله الجديده دي بقى اللي هو عاملها، وبيكون كل الزباين منبهرين بطعمه طبعا وبيهنيه عليها كل الشيفات. ولكن مدير الشيفات بيلمح الفار في طاقيه لينكويني، بياخد لينكويني الفار بره المطعم ياكل يعني ويرتاح، ولما بيرجع مدير الشيفات بيشله الطاقيه فجاه وطبعا ما بيلاقيش الفار ريمي. فبيكون محرج طبعا من الموقف اللي هو عمله ده وبيقول لينكويني ان هو بيضحك معاه وبياخده معاه للمكتب يتكلم معاه. بنروح بعد كده لريمي اللي بيكون قاعد بره المطعم وبيسمع صوت خربطه كده في صندوق الزباله، ولما بيقرب بيلاقي ان اخوه ايميل وبيقول له ان هو مدام في باريس يبقى ما ينفعش ياكل من الزباله وانه هيجيب له اكل نظيف من المطعم. وفعلا بيطلع على المواسير وبيدخل المطعم، ولكن بيظهر له الشيف جوستو وبيقول له انه ما ينفعش يسرق من المطعم اللي هو بيشتغل فيه لانه بكده هيكون بيأذي لينكويني نفسه، ولكن بيتجاهل كلامه لان ده اخوه. بيقنع ايميل اخو ريمي ان هو يرجع معاه لان اهله قلقانين جدا عليه، وبيكون ريمي متردد ان هو يسيب لينكويني، ولكن بيقول انها هتبقى مجرد زيارة بس وهيرجع مرة تانية. وبيرجع ريمي وبيكون العيلة كلها فرحانة بيه وبيقول له ابوه ان هما ما كانوش لاقيين حد يشم لهم الاكل قبل ما ياكلوه زي ما كان ريمي بيعمل لهم قبل كده، ولكن ريمي بيقول له ان هو كبر وان هو هيروح يشتغل ويبقى يزورهم من وقت للتاني. بيتصدم طبعا ابوه لما بيقول له كده وبيقول له ان هو مش هيسمح له انه يسيبهم ويمشي كده بعيد عنهم وهم مش عارفين عنه اي اخبار، ولكن ريمي بيقول له ان هو زهق من حياه السرقه دي وان هو لقى ان البشر مش اشرار قوي يعني زي ما كان دايما ابوه بيقول له. وهنا بياخده ابوه بيقول له ان هو هيوري له حاجه، وبياخده وبيوري له كل المصايد اللي بيعملها البشر علشان يصطادوا بيها الفئران، وبيحذره ان هو يقرب من البشر مهما كان. ولكن ريمي بيقول له ان هو قرر ان هو يغير من نفسه وان قراره النهائي انه هيسيبهم ويمشي. وفعلا بنشوف ريمي وهو بيرجع للمطبخ في مطعم جوستو، وهناك بيلاقي لينكويني نايم ولانه كان سهران طول الليل بيغسل الصحون هو وبيصحيه وبيلبسه نظاره، وده علشان الشيف كوليت ما تعرفش ان هو لسه نايم. بنروح لصحفي اسمه ايجو واللي كان دايما بينتقد مطعم جوستو وكان سبب في انهيار سمعته، وبيتكلم واحد من اللي شغالين معاه وبيقول له ان سمعه المطعم بدات تتحسن مره تانية، وبيظهر عليه الغضب جدا وبيقول ان هو لازم يزور المطعم ويشوف هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا لا. بنرجع بعد كده لمدير الشيفات اللي بيكون متعصب لان التحاليل اثبتت ان فعلا لينكويني يبقى ابن جوستو، وبيكون شاكك ان لينكويني عارف كل ده
وبيحاول يداري، ولكن المحامي بيطمنه بيقوله إن السنتين هيخلصوا بعد 3 أيام، ساعتها يقدر يرفد لينكويني وكمان يكون المطعم بتاعه. بنروح بعد كده لينكويني اللي بيصاحب الشيف كوليت وبيكونوا مع بعض على الموتوسيكل، وبتطير طاقية لينكويني وبيقع ريمي على الأرض، وكان الناس هتدوسه خلاص، ولكنه بيقدر إن هو ينقذ نفسه في آخر لحظة ويرجع للمطعم. وهناك بيلاقي أخوه إيميل ومعاه صاحبه، وبيتضايق جدا ريمي وبيزعل أخوه لأنه طلب منه إن محدش يعرف مكانه أبدا. بيدخل ريمي المطعم علشان يسرق لهم أكل، ولكن بيكون أوضة الأكل مقفولة، وبيروح ريمي لغرفة مدير الشيفات علشان يسرق المفتاح، وهناك بالصدفة بيشوف وصية جوستو وكمان التحاليل، وبيعرف إن لينكويني يبقى الوريث الشرعي للمطعم. ولكن فجأة بيدخل مدير الشيفات للأوضة، بس ريمي بياخد الوصية بسرعة والتحاليل وبيخرج من الأوضة وبيجري وراه مدير الشيفات. وبعد مطاردة صعبة جدا بيقدر ريمي ان هو يهرب منه، وبيقع مدير الشيفات في النهر. بيرجع مدير الشيفات بعد كده لمكتبه وبيلاقي لينكويني قاعد على مكتبه، ولما بيحاول ان هو يطرده بتقول كوليت انه ما ينفعش يطرده بره لانه دلوقتي صاحب المطعم. بيعملوا احتفال كبير طبعا للينكويني، وبتكتب الصحافة عن لينكويني اللي بقى صاحب اشهر مطعم في فرنسا كلها، وبيطرده مدير الشيفات من المطعم. بنشوف بعد كده ايميل بيجيب فيران زيادة ويروح لريمي، وبيضطر ريمي ان هو يسرق لهم اكل من المطبخ. بيكلم مدير الشيفات مسؤول الصحة في المدينة، وبيبلغوا ان المطعم كله فيران وان ده فيه خطر كبير جدا طبعا على صحة الزباين. بنروح للينكويني بعد كده اللي بيتكلم مع صحفيين وبيسألوه مين هو مصدر الهامه، ولما بيقول لهم كوليت بيتعصب ريمي جدا طبعا من الكلام. ولكن لينكويني هيعمل ايه؟ يعني هيقول لهم ان فار هو اللي بيطبخ لكم الاكل. بيدخل عليهم بعد كده الصحفي ايجو وبيخوف لينكويني وبيقول له ان هو هيقيم اكله في اليوم اللي بعده، وان هو لازم يكون مستعد لانه هيقول رايه في الصحافه بكل صراحه. بعدها بيحصل خلاف بين ريمي ولينكويني اللي بيطلعوا بره، وبيقول له ان هو يعتبر نفسه في اجازه الفتره دي، وبيكون مدير الشيفات طبعا مراقبهم من على سطح المطعم، وبيفهم من كلامهم ان لينكويني مش بيعرف يطبخ وان اللي كان بيعمل الاكلات دي كلها كان ريمي. بيتعصب طبعا ريمي من الكلام ده، وبيقول ان هو كان فعلا غلطان لما ساعد لينكويني وان هو كان السبب في انه يكون طباخ مشهور. وبيلاقي فجأة ايميل واصحابه بيتريقوا عليه، فبيطلب من اخوه ان هو يجيب عيلته كلها للمطعم علشان ينتقم من لينكويني. بيرجع لينكويني بعد كده البيت فما بيلاقيش ريمي، وطبعا بيزعل جدا وبيرجع المطعم يدور عليه لانه حاسس بالذنب من ناحيته. وفي نفس الوقت بيكون كل عيلة ريمي وصلت وبتسرق اكل من المطعم، ولكن لما دخل عليهم لينكويني فجأة استخب كلهم. بيتكلم لينكويني مع ريمي وبيقول له ان هو بيعتذر له عن اللي قاله، وبيعترف ان هو ما كانش يقدر ينجح لولا مساعدة ريمي له. لكن فجأة بيقع فار على الارض، وبتطلع كل الفيران من اماكنها وبتجري بره المطبخ. بيتعصب طبعا لينكويني لما بيشوف المنظر ده، وبيزعل جدا من ريمي وبيقول له ان هو كان واثق فيه وبيعتبره صاحبه، ولكن ريمي كان بيحاول يسرقه وبيطرده بره المطعم. بيخرج بعد كده ريمي حزين وبيقول لوالده ان هو كان عنده حق لما طلب منه ان هو يبعد عن البشر. وفي تاني يوم بنشوف لينكويني وهو متوتر وقلقان لان الصحفي ايجو كان هيجرب الاكل في اليوم ده. بيتكلم لينكويني مع الشيفات علشان يشجعهم، وبنشوف ريمي وهو بيراقبه من الشباك، وبيكون اخو ريمي رايح عشان ياكل من صندوق الزباله، ولكن بيزق ريمي لبعيد وبتكون مصياده معموله ليهم وبيقع فيها ريمي بدل اخوه ايميل. وبنعرف ان مدير الشيفات هو اللي كان عامل المصياده دي لريمي اصلا، فبيقول مدير الشيفات لريمي ان هو مش هيموته ولا هيأذيه، ولكن بشرط واحد وهو انه يخترع له اكله جديده وتكون باسمه. بيوصل بعد كده ايجو وبيطلب من الجرسون ان لينكويني يعمل له اي اكله وهو هيقول رايه بصراحه، وفي نفس الوقت بيوصل اهل ريمي وبيساعدوه يخرج من المصيده، وبيجري ريمي على المطعم. اول لما بيشوفوه الشيفات بيحاولوا ان هم يصطادوه، ولكن لينكويني بيمنعهم وبيحكي لهم الحقيقه وان ريمي السبب في نجاحه ده كله، ولكنهم لما بيعرفوا الحقيقه كلهم طبعا بيتخلوا عنه وبيسيبوا المطعم. بيتكلم ريمي بعد كده مع والده اللي بيشجعه، بيقول له ان هو دلوقتي فهم سبب حب ريمي للطبخ، وبيقول له ان هم رغم ان هم مش بيفهموا في الطبخ ولكنهم هيساعدوه. ولكن فجاه بيدخل عليهم مفتش الصحه وبيتصدم من كميه الفيران اللي موجوده في المطعم، وبيحاول ان هو يجري عشان يهرب من المكان باي شكل، ولكن بيلحقوا مجموعه من الفيران وبيقبضوا عليه. بيعقم ريمي باقي الفيران وبيبدا ان هو يوزع عليهم شغل المطبخ، ولما بيبص عليهم لينكويني بيتصدم
وبيشتغل هو الجرسون في اليوم ده. بترجع كوليب بقى للمطعم لما بتفتكر الشيف جوزته، ولما بترجع بيوريهم ريمي الاكله اللي قرر ان هو يطبخها للصحفي ايجو، وبيبدا ان هو يطبخها ريمي بكل حماس، وبيكون شكل الاكله حلو جدا. بياكل ايجو بعد كده من الاكل اللي طبخه ريمي، وبيرجع فلاش باك ايام ما كان لسه طفل صغير وبياكل اكل والدته، وبيكون اكل ريمي له نفس طعم اكل والدته بالظبط. وبيشكر ايجو بعد كده لينكويني، لكنه بيقول له ان هو مش هو اللي طبخها، ولما طلب ان هو يقابل الشيف قالوا له ان هما موافقين ان هو يقابل الشيف اللي طبخ الطبق ده، ولكن بعد ما كل الزباين تمشي من المحل. وفعلا في اخر الليل بيقابل ريمي، وفي تاني يوم بيكتب ايجو مقال قوي جدا عن مطعم جوزته، وبيشكر فيه جدا في الصحافة، ولكن للأسف بيكون مسؤول الصحة بلغ عن المطعم انه في فران، وفعلا بيتقفل المطعم. بنعرف بعد كده ان هم عملوا مطعم تاني، وبيروح ايجو مخصوص عشان ياكل من ايد ريمي، وبنشوفهم كمان بيعملوا ركن خاص للفران في المطعم علشان يوقفوا ياكلوا مرة تانية من صناديق الزبالة. والحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا. نتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو عجبتكم فعلا ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.